الأعمال أولا كلها رسمتها بفترة الحظر اللي كانت في فترة الكورونا، كنت في أبوظبي وكل الأعمال رسمتها في أبوظبي وعرضتها المعرض الأول في أبوظبي. واليوم أنا يعني حاليا في القاهرة أيضا أحضر لمجموعة من الأعمال بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس بيت العود في القاهرة، أيضا أحضر لمجموعة من الأعمال. وقتي بين الموسيقى والرسم والقراءة متوزع. تجربة الرسم تجربة طويلة، لكن فعلا ما كنت أظهرها إلى أن أصبح عدد اللوحات كبير، صار مفضوح الموضوع أمام كل الضيوف والأصدقاء اللي يزوروني. فمن هنا انكشف العمل وبدأت الناس تتساءل، المختصين في المجال التشكيلي، وصار اتجاه إلى أنه هذه الأعمال يجب أن ترى النور. وقدمناها في جاليري الاتحاد المعرض الشخصي الأول، واليوم في من الرياض دعوة لعمل معرض، دعوة من بغداد، من القاهرة، كل هذه العواصم. وأيضا في إن شاء الله قريبا في نوفمبر راح يكون أعرض 5 أعمال كبيرة في أبوظبي. وهكذا التجربة بدأت لاقت استحسان من المختصين، من النقاد، من الرسامين ومن العامة، وهذا شيء يسعدني أكيد.